ونفتح عالكون، والكون مش بس البيوت الهون، مش مثل ما قالوا لكم انه حدود السلطنة هي اللي وحدة الكون. الكون هون، من هون بتبلش اللعبة وتاخد الضربة الدنيا تطوطة ولا هنشر القلب لون ولون حيد الكون. وصل
نولد هدايا المناطق نشوف لهدية رباح وخناجر. من وفد الجنوب روح وفريد، من وفد البقاع أمسو عصر من ديك، والهدية من وفد الشمال خير الغافلين أقدر فيال. من بيروت أمايل ويهود، وفد الجبل الجبل الهدية سعيد وانتهى بالسيف. قاطع مثل العذر محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بتخلص لبنان. عجلي يا بنت مش وقت حكي، هلا تحكي. وبرجع بقول قاطع مثل العقل محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بتخلص لبنان. شو اسمك؟ عطر الليل. تسلمي يا عطر الليل. I'm
مثل العدل، محني مثل التواضع، وبحد الفاصل بتخلص لبنان. عطر الليل من علمك هالحكيات. شفت حالي قدامك ومع السيف، وشعب كتير حولي وبدي أقدم الهدية. نسيت شو قالوا لي قوم ولازم قوم، طلع بالي هالحكيات. سامع يا شيخ خاطر؟ سامع يا بنتي. يا عطر الليل، انت منين؟ انا من انطلياس. وبانطلياس التقينا بابو صقر الخازن، كنا اولاد صغار وكان خالي اخذنا تيخبينا بعكار. قالوا ابو صقر الخازن جيبوهن عابلوني، اخدونا عابلوني وربونا ببلوني. شو جابك لهون؟ بيي عسكري عندك. شو اسمه بيك؟ عباس. عباس من انطلياس عرفته، هيدا عسكري بحبه. وينو بيك هلا؟ واقف بهالليل وجوج الليل. يا مولانا المير، قلت لهم كلهم صاروا حاضرين، خليهم يتفضلوا. وانتي خليكي هون، كتب لك تضلي هون، مش صدفة جيتي لهون. غيبة 5 سنين وبعدهم بيحبونا، بالحدا لقونا. غيبة 5 سنين الاضطهاد زاد، وأهالي البلاد شفتوا ناطرين. الوقت مدهمنا واليوم بدكن الاستقلال. بعدنا الاستقلال. اعتمدوا على الله وعحالكم، خدوه بالقوة بضربة السيف اللي بتضوي. انا ما عندي لكم غير السهر، غير التعب والسيف ودموع الحجر. جاي انا تهزكن مثل ما هالريح بتهز الشجر. قهر وتعب ويخلى التهن، نحن هدنا نعمر الوطن. طاها بس طاها. وعد الشرف والطاعة. نحلف بشرفنا بالأرز العتيق، بمجدنا الجاي بالعز اللي كان، بكل حد تطراب من أرض لبنان، وبحق الإنسان يتمتع بالكرامي ويعيش بأمان. وكل اللي بيتراجع، كل اللي بيخون، بيكون ملعون. يبس مثل التيني لي وحدة بالجر، لي حارب هالبر. يحزن مثل الزارون، يبكي مثل الصفصاف، مثل الغيمة السوداء اللي مسمر عالبون. ولا تشتي عقبتن الدنيا وتشرب تراب الريح. من هلأ لمية ساعة
الدين ولا تخلص الدين. شايف ابو نادر ايجاد جيش المساء لعيونك يا فخر الدين. شايف يزك العفيف رسول بهالمناطق لعيونك يا فخر الدين. لباش حسين الطويل ايد العز الشهير لعيونك يا فخر الدين. يونس هجي وعلي ابن الايادة الجيش لعيونك يا ابو علي. والشايف فارس حبيش خزنة دار الملكي وبنتي اغنيلك هي قاضي احمد الغالي والشايب فاضل الخالد رباشي كلك احمد معي بالديوان والله معكن يا اخوان. قرب يا عطر الليل. يا مولانا لي معك حديث. خير ان شاء الله يا بلوك باشي كجوك احمد. حديث على انفراد الشيخ خاطر مرافقنا وعطر الليل بنت العسكري عباس اللي ناطر عباب الليل. يا مولانا مستحيل تسليم قيادة القلعة للملك باشي حسين الطويل. وليش يا كجوك احمد؟ صحيح انا عثماني لكن انتم ربيتونا. مولانا انا طامع بقيادة القلعة. نحن ربيناك مش حاسبينك غريب لهالسبب حطيناك معنا بالديوان. يا مولانا المير بخوفني هالرجال لفتاته مثل خنجر. لا تخافي يا عطر الليل بدنا عالخناجر نمشي وطن بدو يتعمر انا وانت وكل واحد اذا منريد بيتعمر. انا شو بقدر اعمل؟ انا السيف وانت الغنية. انا ليه مني حدا انت الامير الكبير. كل واحد يا بنتي منا اله دور. انا دوري بدو يظهر بكره بيذكر للتاريخ بالمليح للوحيد بدو يذكر للتاريخ. لكن انت دورك مخفي ويمكن ما يذكرك حدا ولا يكتب عنك حدا. بدي جرب افهم. انا بسيفي بحرر هالمناطق وبحقق لبنان وانت بالغنية بتخلي له اسمه يزهر وين مكان. روحي بهالطرقات فوتي على البيوت ضلي عنه غني غيرك خلي غني ومتى الكل صاروا يغنوه بيصيروا يحبوه ويريدوه وبيصير هو الغني. رسايا عطر الليل صار مصار وانكسر السيف بتكمل الغني. Thank you.
حملني سيف وقال لي قدمي، وشو قال لي بنيت احكي، يمكن لو سكت يمكن لو ما احكي كنت هلق بالليل، كنت هلق بالبين. ويا خطيبي صالح لا تنطرني بهالسهرة، ولا بسهرة بكرة ولا بأي سهرة. أنا كتبوني عورق النار، أنا حملوني هموم الدار، أنا كتبوني عورق النار، أنا صالح خطيبي حكايات الليالي، وفساتين العريس الخياطن ببالي، خدهن وعطيهن لشي بنية تاني تقدر تسعد معنا وانساني ولا تنساني. سلم كل المراكز لأهل البلاد. شي بالحكي ما بينقال ونكشف قدامي مثل الصفحة المفتوحة خليني أقراك. غير الخيبة ما عندي، وقد ما في بقلبك في بقلبي أكتر. غلطان اسطنبول، رجعت فخر الدين مش لصلاحها، مستكرته معها وهو مع حالها. وأنا هيك بقول. وبدك تسكت؟ بدك ترتاح خيط شجر الزل وتسكت؟ بيزك خيزك ومركبار وينك؟ ليش سكتوا؟ ليش صاروا مثل السيوف العتيقة المرمية بالقبية عتيقة؟ نمتوا قبل النوم وغمطتكم الحسرة، قوموا صرفوا على العالي. الناس اللي حوالينكم وينهم؟ راحوا الناس من حوالينا، لحقوا صوتوا، كراسينا عم تتزعزع تحت منا. فخر الدين مش عم بعرف كيف سرق كل الاشياء، حب الناس والنفوس والطاعة. أميرة منتهى، يا ترى بصوتك في رن التسليم؟ كجوك أحمد، ما في وقت نكابر على حالنا، خطر المير بيطالكن انتو أكتر ما بيطالنا. هالرجعة اللي رجعها، المشاريع اللي طرحها، الكلمات الغريبة اللي شعل فيها الناس، بده يعمل جيش يسلم الأهالي سلاح براج لا عشورة. عبكير لازم تتدبر القصة. أنا علي باسطنبول يومية تقرير وكلمة مسمي خلف الكلمة، أفاعي بسلال الورد وإبر بحرير حتى تهب النار وينقلبوا على المير ويصير اللي بده يصير. وإنتو؟ نحنا كنا وبدنا نبقى ضده. إذا إنتو هدنتوا نحنا مش رح ننهادن، إذا بدي وخي سكتوا أنا مش رح هادن، ولو ما بقي غيري أنا إلا ما أخذ الحكم. رفعت أفندي، نظمي أفندي، بيظهر إنه المير بدي بسرعة ولازم نحن نبدأ بسرعة. رتبت القضايا؟ كل شيء ترتب. قرر يا نظمي أفندي.
بيعين مضايع متزولين؟ هيدي أحسن خطة. إذا عملنا بيعين منصير نقدر نفوت على كل ضيعات، على كل شارع، على كل البيوت. إشاعات في، معلومات في، بيعرف شو بيصير. كتابة تقاري. كويس كويس يا رفعت أفندي ويا نظمي أفندي، انتو العين الخفية للدولة العلية. بدي مطرح ما توصالوا تنشروا الخوف والقلق، تحرضوا الناس على المير، ومن كل البيوت تطردوا له خياله. خلي الحمام الأبيض اللي بياخد وبيجيب مكاتيب يكسر السيوف الحدة بريشه الأبيض. جوزتيني وصار يلي صار ساعد
تاخدي عشغل وتعب ليل نهار. لا يا شكري لا يا شكري كان ترتك دوت نسهر. لا يا شكري لا يا شكري كان ترتك هيدي الدرجي البوجرجي. واجيكم بوجرجي.
ابو جرجرو ما هي الدرج حجار، اذا ما راح حدا عليها اطيعها شو صار؟ سكتي يا مجرجي احسن ما عم بتفرجي. ما زالت عم تحكي هيك؟ يقطع عمرها الدرج. عم بتسب الدرج؟ روحي روحي، لا انا خارجك ولا انت خارجي. يا رايتك خدت الطنبرجي. عم بتسب الدرج؟ هبيك دوباره دوسه درجي. انا عارف ومتاكد انه بحسين اللي طلع ونزل وطلع ونزل وطلع عالدرجي. يا بحسين وينك وين؟ كانك رجال بتجي يا بحسين. لا ليش عم تصريح؟ قرب ضلك عندك. انا بدي اعرف ليش عم تمر عالدرجي. انت يا ابو جرج امبارح ما مرقت بالعباره اللي بخرجي انا؟ انا كنت على الحمار صحتي بالعباره. لازم تبقى تتعلم ما تدوس العباره بنو. عم تكبر حكي؟ اوعى بدك تقاتل؟ بالقاتل. قرب لك بالاول، انا مش رح اتعدى. وانا مش رح اتعدى، بدي واحد يتعدى تشوف شو بعمل لك فيه. هلا مين بدنا نضرب؟ يلي بيتعدى علينا. اذا حد يتعدى علينا راح بتقصف له هي. ولو من هو؟ يلي بيتعدى علينا. ايه صحيح ولو. لك لا يا مجرجي مشي الحجل. كرجي 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 خلفي، اوعى تتفركشي بالدرجه يا مجرجي. كرجي 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 فضايع. اطني شرير حرير. رفعت افندي عيبت. مش لازم نفوت على البيوت. ليش يا نظمي افندي؟ اذا انكشفنا وعرفوا انه نحن هيك هيك في قصرات. ما في خوف، نحن من خص السلطان. قمصان حرير. شي ممتاز، شي ممتاز كتير. حضرتكم بيعين ايبت في معكم قمصان من شغل بني عثمان مثل يلي بيلبسوها ببلاط السلطان؟ طبعا في. بدي شي قميص تكون مثل جوانح الحسوب. في واحد قميص تشوكوزيل. شو يعني شاكوزيل؟ تشوكوزيل يعني كويس. شاكوزيل الظاهر جنابك فهيم. شو الاسم الكريم؟ شكري. تشرفنا، انا رفعت، هيدا نظمي، هيدا قميص. تشرفنا بس ان شاء الله يكون رخيص. لا هيدا غالي شوي. وليش الغلاء؟ انت بيعرف يا شكري بلدكن في ضرائب، كل شي صار غالي. ما بتشوفوا يا شباب انه هالضرائب كتري؟ نحن يا شكري سياساتيك مش مزبوطة. نحن نشتغل بالشمس والدولة تقبض على الهينة. هيدا حرام ياهو. انتو بيشتغل كتير، برد شتاء زمهرير وضرائب من شان امير. شي خطير لازم نحتاج. شكري يا فش يا فش، اذا في احتجاجات لازم كله سوا سوا. ايه فهمت، يعني مع الشبيبة منحتاج على الضريبة. تمام، من شان شو؟ تعمير قلاع حتى يعمل حرب. واذا بيصير حرب في خراب من شان لبنان. الدولة العثمانية قوية قوية. سيف السلطنة طويل. ايه يا عمي ايه سيف السلطنة طويل. اتفضل يا شكري قميص. ايش حقا؟ 2 ريالات. ما بيمشي الحال اذا دفعت ريال؟ مالش انت صار صاحبنا، اتفضل. متشكر. اصحى تقول لحدا عن سعر القميص حرير. ولو انا الاغمق من البير. تشوكوزيل تشوكوزيل حرير حرير. اقمصة كتير بضايع. روحوا الله يبيبكن. سيف السلطنة طويل. اه يا شكري وصار اللي بفكري، ولبسوك قميص يلبق لها الطول من شغل اسطنبول. شو هيدا يا شكري؟ اشترينا قميص. قدي حقا يا شكري؟ 3 ريالات. غالية، غلبوك بحقا يا شكري. كل شي صار غالي لأنه في ضرائب. هلا انت يا شكري عم تحكي بالضرائب؟ فهموني يا جماعة شو يعني الضرائب.
يعني نحن بنشتغل وشو ما ربحنا وطلعنا الدولة بتبعت رجالة ومن المعنى بتدفعنا. وليش ندفع للدولة؟ شو اجت نكشت معنا؟ وإذا ما دفعنا للدولة نين بدها تساوي دولة؟ أنا يخلوني فلوسي وعمره ما يكون في دولة. لازم نحتاج. لازم نحتاج. ده هو لشي خاطر. وين شي خاطر؟ يعطيكم العافية. بعد عنا عافية؟ شيلوا هالضرايب عنا تتجينا العافية. مش معقولة هالقصة. واحد عنده شقفة طينة يقعد ينكشف هالشمس والدولة تقبض على الهينة؟ وشو فكركم يعني؟ قولوا لي يا جماعة، بدكم الدولة تعمر وتساهم بالصناعة، التجارة تمشيها وتحسن الزراعة، تساعد العلم والفن وتسهر على مصالحكم، وكل ما تقاتلوا اثنين تركض وتصالحكم، وبدكم بالنتيجة يوم الدفع تسامحكم؟ ليش الدولة بتاخد اجرة؟ وفكرك انه الدولة عندها نبع مصاري؟ الدولة بدها تقبض، يا بتقبض من الاهالي وبتحسن وضع الاهالي، يا بدها تقبض من برا وتصير متزلمة لبرا. بدكم دولتكم تقطع ايدها وتحمل كيس وتنضار تشحد؟ هلا يلا اشتغلوا حتى تصيروا دولة. دولة ما بيبنيها شعب منا دولة. ما سمعت الزلمة شو قال؟ كل واحد على شغله. يعني غيرت رايك؟ أنا هذا رأيي من الأول، كل عمري أقول إنه الحكومة مهضومة. تشرين عم يجمع الزهر الليلاكي، غراب الحسو والذنب اتكي، وتشرين عم يجمع الزهر الليلاكي، ما عاد تحرزها الا كشوفني كتر تاسسنا كتر تاسسنا، وما بقى يسع الحكي. يا ريت بتتعلمي. شو هيدي؟ نسي. وكيف بدي اتعلم؟ انا حافظ مطلعها وراح اعلمك مطلعها وانت دوري لوني. ما بدي لوني. اسمع، بكل ساحة ضيعة يبقى في دكين، وبكل دكين يبقى في ختيار عم يتسلى بالخبر. مرقي واسأليني، لابد ما كل واحد يعلمك منها كلمة، وانت بتجمع الغنية من ثم الاختيارين. طيب علمني مطلع. اسمع، بيقول بيي راح مع هالعسكر، حمل سلاح راح وبكر، بيي علا بيي عمر. لحد هون فيك لازم تتعلميها، بيفرح فيك بوكي وانت بوكي عسكري. واخدت له زوادك. سلمي لي علاه. لح يا ابو حسين، كيف نسيت الغنيه؟ في مجلس فروسية والفرسان حاضرين، وعلى مجلس فروسية جاي فخر الدين.
مولانا علي واحمد شهاب وصلوا من وادي السين. اهلا بالاصحاب. والهيئه مختلفين. خليهم يتفضلوا. شو رايك يا شيخ خاطر؟ بدنا نشوف مع مين الحق. مين ما خبر القصه بده يطلع معه الحق. فخر الدين من حيك. يا اهلا بالشباب. قريبنا بعد شهاب. شو منقدر نساعد؟ مختلفين واخترناك حتى نحتكم عندك. مختلفين؟ انتو مين؟ انا وخيك. انتو خيك؟ حدا بيختلف مع خيو؟ عشو مختلفين؟ مين يحكم ويدي التاي؟ ومع مين طلع الحق؟ انا بقول معي. وانا بقول معي. هالحالي بتضلوا تشارعوا 100 سنة وما بيظهر مع مين الحق. انت اللي بتحكم بالحق. بالحق مش راح احكم. راح احكم بالصداقة. تقبلوا بالصداقة؟ نقبل. ويري التايم منخليها منطقة واسمين. حاصبية ونواحيها ومنسميها ويري التايم التحت. وبيحكمها علي شهاب. وراشية وضواحيها ومنسميها ويري التايم الفوق. بيحكمها احمد شهاب. رضيتوا؟ رضينا. واخوي بتضلوا وعبعكم بتطلوا. بتستشيروا بعضكم وبتشقوا عبعض. ليلي بتصهروا براشية وليلي بحاصبية. ويري التايم تحت الغايم بتزهر وتتفيا. عاش المير! عاش المير! يا نطور النواطير حكم محبة وصداقة اللي هن العدل الكبير. فخر الدين ومنصور. ومنصور الاهدي شو القصة؟ بيت سيفة. شو بيت سيفة؟ ايمين عم بيتعدوا عالناس، عم بيتعدوا عالارزاق، عم بيتعدوا. وما بيهابوا المير. ما بدي اقول شو قالوا. شو قالوا؟ قول. عم بيعايروا بنتك. بنتك الجوزتها لابنه. صهرك عم بيعير معهم ويقولوا عنك اشعار. شو قالوا؟ قول قول. قال جونا الطوال يهم يعز كبير، جونا القصار لا شورا ولا تدبير. يحكوا ما يتعبوا ويضلهم يحكوا مثل الضفادع يقعوا بقراني البير. شو ردك يا فخر الدين؟ لازم على هالقصة ترد. في عندي ردين. الاول عم يتعدوا عن النظام، منوجه لهم فرقة تعلمهم عن النظام. تولاها يا ابو نادر. رد التاني. التاني قالوا شعر، بجاوب شعر. هات. نحنا صغار بعيون الاعادي كبار، انتو خشب حور، نحنا للخشب منشار. وحق طيبة وزمزم والنبي المختار، ما بعمر الدائر الا من حجر عكار. كملوا. Thank you.
وساخير والحكي اللي قالوا صار غنين البيادر وفرارية على الطبيب خلق شي أبعد من حاكم أكبر من أمير والبراج مش مقشوعة عم تطلع من البواب الصغيرة عم تطلع من قدام بواب الناس صار براج الناس بكرة وين بدنا نوقف شوي شوي انتظري شوي خليه يكبر يعلى ويكبر ومتى علي ومجده زهر بتصير كل يوم تلفحوا ريح جديدة الغيرة الحسد البغض الحقد وكل ما تعمر بيت جديد بيخلق معه حب جديد وحقد جديد والبراج بالنهاية بتنهد على اللي عمرها وبتخلص الرواية حكيك حلو لكن بعده حكي اللي شي خبرية امسكها بيدي قلتلك شوي شوي إشاعات نشرناها تقارير بعتناها وعملنا تنقلات بحرس الأمير كل اللي بيبغضونا رأيناهم ونقلناهم أنا بدي استعجل وانت منك مستعجل بدي شوف الخيال جايين عريه بيديهم يشوف البلد صار لازمنا عمل حاسم يمكن تمرق 100 سنة ويبقى حاكي نحن تحت وهو فوق وحاكي إذا هيك ما إلكم إلا السواب اسطنبول بتساعدنا؟ اسطنبول بترضى عنكم وإذا فشلنا فخر الدين بحكمكم فإذا أنتم مش معنا نحن معكم بخدمتكم شو عم نلتم بهالقبيل نلتم نرسم خططنا ونتهيأ ونخبر قصص الدم وهو بسيفه يفرقنا مثل ورق اللي عم بتوجع وكل ساعة يعلقنا اسطنبول عم تطلع أنتم إذا بتصوروا صورتكم مش لاسطنبول بتصوروا لمبادئكم تتراجعوا كراسيكم أو ثورة دموية أو نبقى بلا حرية الحرية يا أميرة بتغذيها البطولة والبطولة الموت وأنت مستعجل كتير وأنت أنا لشو السرعة كل ساعة ولها ساعة ومهما يتأخر الوقت بدها تدق الساعة الانتظار أحلى من الموت الانتظار بيتغير والموت ما بيتغير انتظر شوي لابد ما تدق الساعة ندخلي ضابة الحرس بلوك باشي كنتوك أحمد نعم يعرف عك أفندي في قصة مش مهمة إنما لازم أقول نعم بنت اسمها عطر الليل عطر الليل أيوة شو قصتها؟ عم بتغني بين الناس غنى وبس؟ بس وبعدين؟ شي غريب هيدا بنت عم بتدور من بلد لبلد من ورشي لورشي بتقول شي بعدين بتمشي بس بيبقى شي راقبوا لكل الناس مرات اللي ما بنهتم له بيكون هو الهم كله هيدا أمر النقليات بلغ حرس الأمير ومين علمها الغنية قال احمليها ودوري فيها ومعقول تكون النغمة صارت نجمة تمدلن ايدها بالعتمة صوت الضيعة اللي عم تتجمع والبيوت اللي عم تتطلع كلمات المجد المنسخية رجعت ناديل اللي كانت مطفية ولعت وشفاق الناس اللي كانت محروقة بشمس الخوف صارت عم بتغني وتحكي وتطلب انا شايف وجهه وسامع صوته صوته هو بالغنية عجل من النحليات Thank you.
كيفك يا بي عباس؟ كيفك انت يا بنتي وهالغيبي وين كنتي؟ انت بتعرف انت الحمى اللي السيف والهم اللي خلف السيف. انا مش هدمة ويطلب مني اخوتي قدمهم كمان. ولو وين رايح انت؟ انا نقلوني لوين يا بني؟ ما نقول عبعلبك. وليش عبعلبك؟ العسكري ما بيسأل. ما كان احلى تضل عند المير. كان احلى كتير عالقليل بحرس. بس البلوك باشي كجوك احمد طلع الامر وقال نقول. وخلي حدا يقله لفخر الدين ولا شو يقله في براسه الف هم وهم. بعد بده بعسكري يهتم. انت بتحبه؟ الكل بيحبوا. ومثل ما حكينا العسكري ما بيسأل بيته البارودي يحمل ويرحل. هون بالخدمة وفوق بالخدمة وان ما تنقلنا بهالوطن نحنا منتنقل. يا بي يا عباس المنقول عبعلبك لو بتعرف بس شو بحبك. يا ريتني صغيري وتحملني مثل ايام المضت وتحصني بقلبك. ومثل ما حكينا نجيتي صوب السهل طلي علينا نحن بالقلع وما تنسينا. العسكر حمل سلاح راح وبكر. بي راح مع هالعسكر حمل سلاح راح وبكر. بي علا بي عمر مين سهران؟ في خبرية قصة جديدة بدي خبرها لحدا. ما حدا بدي يسمع. مين طلع عالدرجي ومين نزل عالدرجي؟ ولك اسمع. ولك مين طلع عالدرجي ومين نزل عالدرجي؟ ولك اسمع. مين طلع عالدرجي ومين نزل عالدرجي؟ اسمع شو قالوا عالمير. شو قالوا عالمير؟ عم بيقولوا ان المير عامل استقبال كبير. ولمين هالاستقبال الكبير؟ وفد جاي من اسطنبول وفي معهم رسول. ومين هالرسول؟ محمد أبو شهين سلاح دار السلطان. يا ترى في شي قصة؟ بيقولوا في فرمان. وشو يعني الفرمان؟ يعني مكتوب طويل بيبقى فيه أمر جليل مكتوب بخط السلطان. والله والله يا إخوين شو قصة هالفرمان؟ عم بيقولوا شي خطير. ليه حيث وفد يوصل ومنعرف شو بده يصير. اشتقنا شكري. كاس الصحبة. كاس الشبيب اللذيذ. خبرتن عن الوفد؟ خبرتن. عفارم عفارم. بس ما فهمتوني شو جاي يعمل هالوفد. جايب لقب كبير من شان حضرة امير. يعني ولاش هاللقب؟ اسطنبول في رف في تذكير.
باب العالي ياي الصدر الأعظم ياي السلطان ابن السلطان أبا عن جد سيف السلطنة طويل شكري 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 هيدا في برطيل شو اسطنبول ببرطيل أمير ما بظن انه المير بيقبل بالبرطيل شكري شو كل الناس في برطيل 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 امان الله برطيل كل الناس يا بابا هيدا كله في برطيل 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 امان الله برطيل كل الناس يا بابا هيدا كله في برطيل الكبير الصغير القصير الطويل برطيل برطيل هيدا كله في برطيل وسيف السلطان طويل امان الله بالبرطيل برطيل برطيل امان الله برطيل كل الناس يا بابا هيدا كله في برطيل الكبير برطيل بشش شش الصغير برطيل الكبير الكبير برطيل بشش الصغير برطيل الكبير إنما مثلما حيثما في برطيل وسيف السلطان طويل أمان الله بالبرطيل برطيل برطيل أمان الله برطيل كل الناس يا بابا هيدا كله في برطيل 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 أمان الله برطيل كل الناس يا باباس هيدا كله في برطيل كماش ليه؟ والله ما نخبر عنه لا شعبه خليته ينحط عليه استروني هيك الأمين والسلي والغراب كلاش برطيل برطيل أمان الله برطيل خدوه بس اسكتوا خدنا لك الغراب وبدنا نخبر عنه نحن يا شكري ما بينفع معنا البرطيل وفو بالحفل وتشاركونا بالراي انت سيد الراي
جاي من الباب العالي وفدوا في معهم كثير حبينا تكونوا معنا وتطلعوا عالم كثير تسلم تسلم والله يسلمك ويسلم قناصل يتفضلوا قناصل يتفضلوا قنصل هولندا قنصل فلورنسا قنصل بريطانيا قنصل فرنسا وفد الباب العالي محمد أغا أبو شاهين سلاح دار السلطان حضرت له عصمة فرغول مرافق محمد أغا بلوك باشي أغلب باشا عسكر دار الوجاك الانتشاري ليلك أصيلي ومحمي مرح حريق نعم يا محمد أغا من السلطان ابن السلطان السلطان مراد الرابع خان إلى فخر الدوحة المعنية والإمارة اللبنانية فخر الدين المعني الثاني الكبير بتمام التقدير أنعمنا على الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير بلقب سلطان البر سلمناه سنجق نابلس وعجلون أنا بشكر السلطان باسمي واسم هالشعب ويا محمد آغا الطارق أنا ألقاك ما بدي لكن هلأ بالذات رح أقبله تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه كان لعب جدي وأنا بحبه لجدي عيش 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 غيره يا محمد آغا رسالة من الصدر الأعظم تفضل إلى حضرة الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير بلغنا إنه عمرت أربع السورة عالأربع نهورة وبنيت قلاع وحصون وسعت المواني بطرابلس وصيدا وبيروت وعملت بيروت عاصمتكم وكبرت تجارتكم وعملت أناصل دول هالقضايا منعتبرها عدوانية بتهدد مصالح دولتنا العلية على هالكلام الرد منقول موانينا انفتحت مش رح من سدة والصورة اتعمرت مش رح من هدة والحصون اتحصنت بس الصحب حدة بلاد بدها تتقدم ما حدا بردة قول لاسطنبول نحنا وطن عم يتلاقى بيعلق لعوض راجو ومادد ايده للصداقة لا رح نتعدى حدا ولا حدا علينا يتعدى تسلم تسلم الله يديمك ويبقى